يوم الوحدة. لأول مرة في التاريخ يصلي السنة والشيعة بقيادة أكبر مرجع شيعي على رجل مسلم مجاهد. في إسطنبول حضر حشد من المصلين صلاة الغائب على هنية التي أقيمت في مسجد آيا صوفيا. أما في إندونيسيا فقد أقيمت الصلاة بمسجد الاستقلال بحضور سياسي وشعبي كبير. ففي اليمن أقيمت صلاة الغائب على الشهيد إسماعيل هنية في ساحة الحرية بمدينة تعز، ونفذ المتظاهرون وقفة احتجاجية للتنديد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأما في قطر فقد أقيمت الصلاة على شهيد الأمة وسط حضور سياسي وشعبي كبير. إن التضحية والشهادة التي من الله بها على الشهيد هنية نجحت في توحيد صف المسلمين في كل بقاع الأرض، وجاء مشهد اجتماعهم المهيب للصلاة على بطل الإسلام كخطوة أولى نحو الوحدة والاعتصام بحبل الله. ولهذا نرجو من المسلمين بكل مذاهبهم أن يجعلوا يوم استشهاد البطل هنية يوم الوحدة الإسلامية. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.